أيام، يعني خمسة أيام من يوم 30 إلى غاية اليوم، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية. كانت هناك حوالي 12 عرض مسرحي أو عرض عرائسي ومؤتمر فكري في يومين وورشات تكوينية في فن العرائس لمدة خمسة أيام. إذن هذه الفعاليات كلها اليوم كنختتموها بهذه المناسبة اللي احتضنتها مدينة طنجة. شكرا لكل المؤسسات الرسمية والمدنية في مدينة طنجة الجميلة. شكرا لكل الأساتذة المؤطرين والذين شاركوا في مؤتمرنا الفكري، ولكل الأساتذة الذين اشتركوا معنا في ورشنا التأهيلية. شكرا للجميع، وأتمنى أن نلتقي مرة أخرى وفي مناسبات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كل شيء إلى هدف ترسيخ هذا الفن في بلد الآن والتعريف بثقافتنا الغنية. أصدقاء ريما الغصين، غنام، شكرا لوزارة الثقافة والاتصال قطاع الثقافة، أعيد الخطأ من المنظمين والمتعاونين على ما تبلغهم. جمعية طنجة بوابة إفريقيا الدكتور. هذه المناسبة هناك اتفاقية بين الهيئة العربية للمسرح والاتحاد الدولي لفنون العرائس، سنستغل وصاحب النشرة الجوية لا تتذكرون عزيز فاضلي يقول في حقه شهادة الأستاذ والفنان ورفيق الفنانين عبد العاطي الدغمي، فليتفضل مشكورا. في الحقيقة أنا جدا مسرور بهذا التكريم من مدينة طنجة من طرف جمعية طنجة بوابة إفريقيا ومن طرف الهيئة العربية للمسرح. فهذا شرف كبير ان طنجه علي فال كبير عليا، فال خير عليا، بحيث ان تشرفت بالوسام الملكي لطنجه، وهذا تكريم ثاني من رجال ديال المسرح طنجه، فانا مسرور جدا، وهذا كيحفزني على انني نستمر في الميدان ديال المسرح الطفل ولو رغم الكبر، ولكن باقي الافكار باقي هنا في الراس. شكرا. اسمي مارغو مالت جوليان، أنا كاتبة ومخرجة وباحثة، يعني إن شاء الله بنرجع من وتكريم طبعا، يعني هذا بعتز فيه، وهذا تكريم أنا اللي كمان بهمني، هذا التكريم جاء فعلا إضافة لتكريم الأطفال الذين أعملوا معهم وعملت معهم، لأنه أنا أهمي أنا أهم فئة عندي هم الطفولة الأطفال، فبعتز يعني إن شاء الله بنستمر والله يعطينا القوة، وإن شاء الله أنتم كمان يعني التركيز هاي موضوع القراءة كتير 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 مهمة، يعني القراءة لأنه إذا لم نقضي على آفة الأمية فلن نتقدم، فخاصة أركز على اللغة العربية الفصحى، هي اللغة الأم، وأنا أرى أن الأمة العربية بعيدة جدا، يعني نادر ما نسمع الناس تتكلم باللغة الفصحى، وإن تكلموا هناك أخطاء كثيرة، أساليب تعليم اللغة العربية قديمة وبالية أحيانا. نحن سعداء في ختام أعمال ملتقانا العربي لفنون العرائس والفرجة الشعبية الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح في شراكة استراتيجية مع جمعية طنجة بوابة إفريقيا، وهي تنظم أيضا مهرجانها الثاني، مهرجان أيضا طنجة لفنون الدمى والعرائس والأدائيات. هذه الشراكة الاستراتيجية ما بيننا وما بين جمعية طنجة وجميع المؤسسات الحقيقة التي ساهمت في إنجاح هذا المهرجان، شراكة نعتمد عليها كثيرا في تطوير هذه الفنون والأخذ بيدها وإعادة الاعتبار لها مرة أخرى. فنون العرائس، هذه الفنون الفطرية التي لها أثر كبير في ثقافتنا وتراثنا العربي، لذلك لزاما علينا ومن ضمن أهدافنا الاستراتيجية في الهيئة العربية للمسرح أن نهتم بهذه الفنون وأن نطورها ونعيدها إلى المشهد
مرة أخرى مؤثرة متواصلة مع جمهورها ومع مبدعيها. شكرا لطنجة الساحرة، شكرا لأهلها الأوفياء الذين احتضنونا بكل الحب والمودة، ونتمنى أن نلتقي بهم إن شاء الله في ملتقيات قادمة. أعتقد أنه نجاح لأن كان هناك تنوع في البرنامج، كان هناك مستجدات على مستوى الشكل والمضمون. فالمهرجان دوما طنجة لفنون العرائس والأدائيات في دورته الثانية انعقد بشراكة مع الهيئة العربية للمسرح والملتقى العربي لفنون العرائس والفرجة الشعبية، وضم برنامج حافل متعدد ومتنوع شمل الجلسات الفكرية، شمل الأوراش التكوينية ومعارض، ثم هناك مجموعة من العروض من مختلف الدول العربية ومن فرنسا كذلك. إذن نحن كهدف لنا هو ترسيخ هذا التقليد في المغرب بالخصوص. سنعمل جاهدين على أن يكون إحدى محطاته في طنجة. سنعمل على تكوين الفرق، سنخلق تكوين مستمر للفرق الموجودة وللعناصر التي يهمها هذه الممارسة.